دراما رمضان السنة دي شهدت ظهور أكتر من موهبة شابة، وشفنا كتير من الفنانين الشباب بيتألقوا وبيعملوا أدوار فعلاً بتعلم مع الناس. بس ضيفتنا النهاردة مش بس عملت دور مميز، لأ، دي كمان الشخصية اللي عملتها اتصدرت الترند وبقى يتعمل عليها فيديوز ومامس كتير جداً بسبب حب الناس للشخصية. منورنا النهارده الفنانه اللي كانت ترند السوشيال ميديا في رمضان، ميران عبد الوارث. ازيك يا ميران؟ ازيك يا ريهام؟ الحمد لله، انا مبسوطه ان انت موجوده معايا النهارده. وانا كمان. عملتي قلق انت في رمضان جامد جدا بسبب شخصيه دكتوره ملك. الحمد لله. اخترتي الدور ازاي؟ واحكي لي طبعا عن كل حاجه، هسالك حاجات كتيره جدا بس واحده واحده، اخترتي ازاي الدور؟ طبعا هو احنا يعني في المرحله دي من كاريري مش احنا بيتعرض علينا ادوار، مش بنختار قوي. وطبعا كامل عدد الجزء الاول كان نجاح، كان يعني مسبب نجاح كبير قوي، ولما عرفت ان هم بيعملوا جزء تاني وحد كلمني فور ان اوديشن كنت متحمسه قوي قوي. اعتقد دور ملك كان دور مركب يعني، وفي كده هم عايزين حد بمواصفات معينه، مش عايزين حد يكون شكله اللي هو خبيث او شخص بجد بيخطف الرجاله. عشان دايما الشخصيه دي فعلا بتكون دايما بتطلع في معظم الادوار اللي هو تحسيها شريره قوي. بالزبط. او بني ادم عايزه تخرب بيت حد قوي، او فده كان بالنسبه للمشاهد جديد. بالزبط. ان احنا نلاقي حد وشه وملامحه تحسيها طيبه ومش عايزه تاذي حد، هي دي بجد مشاعرها. بالظبط، هي دي بقى الفكره، في ان ملك بتحب حد والموضوع جاي من يعني ممكن دافع فقدان ابوها، فهي شايفه دكتور احمد في مكانه ابوها قوي ومفتقده حاجات كتير قوي، بتحس بيها مع دكتور احمد. فالموضوع كان بريء، ما فيهوش نوع من انواع الخبث اللي يمكن ناس كتير كانت عندها غضب تجاهه، عشان فكره ان هما بيحبوا العيله دي قوي، مش عايزين حد يجي جنبها، بس هي البنت ما عندهاش اي نيه وحشه او سيئه يعني. فكان دور لذيذ، بس في نفس الوقت كان عندي تخوف قوي، هي الناس هتفهمه ولا لا. فكنت بتبسط قوي لما الاقي حد يقول لي انا تعاطفت معاكي، اما تنسحبتي عليا، كنت بحس بمشاعر ملك. وطبعا كان في جزء كبير قوي مش طايق ملك، عايز يخنقك وعايز يموتك وكده. بالظبط، فكان في ده وكان في ده، وبالنسبه لي طالما يعني ده وصل والشخصيه كانت مستفزه وفي نفس الوقت اثرت في ناس تانية، فده كان بالنسبه لي تمام. بيقولوا على الادوار اللي زي دي كومبليكيتد، معقده جدا، ان انت تكوني بتعملي اكشن 99% من الناس مش هتحبك عشانه، بس في نفس الوقت مش عارف يكرهك بسبب ملامح وشك وطريقتك وانت بتمثلي، فده بالنسبه لي دور مركب او دور معقد. صح صح، وانا بحب الادوار دي قوي لان انا بحس ان هي اقرب للانسانيه من اي حاجه. احنا مش لون واحد ولا احنا اتجاه واحد، وما يعني عمري ما اقتنعت بفكره الطيب بس والشرير بس. حتى ملك اكيد كان عندها لحظات هي مشاعرها متغلبه فيها، فمش عقلها اللي سايق قلبها اللي سايق، فممكن بالزبط. يكون دي اللحظات اللي هي انسانه او بني ادمه فيها، هي غلطت، هي عملت عدت حدودها، وده اللي هي قالته في اخر مشهد يعني لما كانوا بيبريك اب او يعني بعض. كانوا بيسيبوا بعض. بالظبط. ففي الاخر برضو مفيش بني ادم ولا ملاك بس ولا شرير بس، فاهمه قصدي؟ فبحب الادوار اللي فيها المزيج واللخبطه دي لان بيبين لك قوي مدى الانسانيه الشخصيه. صح يعني. طب انت كنتي متوقعه ان الدور ده يعمل نجاح كده؟ يعني زي ما انا قلت في التقديمه كان في كم ممز طلعت عليكي وعلى الدور بتاع دكتوره ملك كتيره قوي. بصراحه لا، مش بالطريقه دي يعني. هو وانت بتقري الورق هتشوفي قد ايه ملك شخصيه محوريه يعني، في طبعا محرك اساسي في الجزء الثاني، لان بتشوفي قد ايه اللاين بتاع ليلى واحمد يمكن ده اكبر ثريت فيه. فهي كشخصيه مؤثره قوي في الكتابه اصلا وفي الاحداث وفي كل ده، ولكن يعني كان في دايما فكره انت هتعرفي تعملي البصمه دي ولا لا. هي بقى الممثل هو اللي هيعرف يعني، فاهمه، ياخد الموضوع بجد ويديله مكانته، يا ممكن حد يجي فاهمه. فالحمد لله كان في توفيق من عند ربنا طبعا. ان الدور مهم قوي، بس ما كنتش عارفه انا هعرف اقدم ده ولا لا. لا، قدمتيه بيرفكتلي وكان هايل وكان حلو جدا. الحمد لله. في ممثلين كتير او فنانين كتير بيقولوا انا عملت الدور ده عشان كان في جزء منه شويه شبه شخصيتي الحقيقيه. حسيتي باي حاجه من الحاجات دي؟ ممكن اكون حسيت المشاعر دي قبل كده بس ما عملتش نفس التصرفات. اوكي. ففي في حاجات بيني وبين ملك مشتركه، ولكن يمكن انا انضج من ملك شويه، ما كنتش هعمل التصرفات اللي هي المتيامه قوي العاطفيه قوي دي، لا يعني انا عقلي سابق عن قلبي. سابق قلبي. طيب نرجع لورا شويه، بداياتك في التمثيل احكي لي عنها.
اوكي، انا اول بدايه ليا كانت مع دكتور بيتر ميمي في كلبش 2، كان الجزء الثاني من مسلسل كلبش، وكانت بدايه موفقه جدا لان كلبش الجزء الاول كان مكسر الدنيا والناس كلها كانت بتتكلم عنه، واعتقد ساعتها كان من اعلى النسب المشاهده في رمضان يعني. فلما دكتور بيتر كلمني على طول على الجزء الثاني كنت متحمسه قوي، وكانت اول تجربه تمثيل، بس ما كانش عندي اي ادوات او عوامل للتمثيل، فكنت خايفه من ده شويه، بس قلت يلا انا هنط في البحر. وعملت كده، وبعدين عملت نمره 2 لو انت شفتيه، ده كان مسلسل حلقات يعني بتتكلم على نفس الموضوع ولكن مش متصله ببعض، منفصل. منفصل بالظبط. عملت حلقه مع امينه خليل واياد نصار، وبرده كان مسلسل متشاف وكان ناجح جدا، وكان مواضيعه كلها مثيره للجدل وناس بتتكلم عنه. وبعدين قعدت سنتين مش متوفقه في الشغل خالص، فقررت ان انا كان ساعتها بقى بيتعرض عليا افلام قصيره كتير. فقلت طيب انا هستغل السنتين دول في ان انا اطور من نفسي. انا بسمع كمان ان الافلام القصيره دي بتساعد الممثل ان هو بيروح بجد حته ديب جدا وغويطه جدا في التمثيل. صح، دي حقيقه، وفعلا ساعدتني قوي ان انا يعني اكتشف حاجات كتير قوي عن نفسي، وفي نفس الوقت ابقى بشغل عضله التمثيل، مش اللي هو مش بعمل حاجه في دراما او حاجه متشافه، ففي نفس الوقت بتاخدي اكسبوجر بطريقه مختلفه، وبتشتغلي مع فنانين بطريقه مختلفه، وعلى مواضيع يمكن تكون انسانيه اكتر وفيها فعلا الدراما اللي انت بتتكلمي عنها دي. فعملت ساعتها 6 افلام قصيره، ودرست بقى في ورشتين، واحده في مصر وواحده بره، وكنت بشتغل بقى جنب ده يعني اللي هو بضيع وقتي، لحد ما جالي بينا معايا اللي هو كان في 2023 اعتقد، وكان ريفو 2 معاه يعني. كنت الاثنين بصورهم وانا لسه بشتغل برضه، فكانت مرحله كده صعبه قوي، بس يعني الحمد لله جدا عشان عندي فول تايم جوب وعندي الاثنين دول، فكانت صعبه، والاثنين عكس بعض تماما. انت الشغل او اي حد بيشتغل في شركات هيبقى فاهم ان انت شغلك الصبح، الناحيه الثانيه ده بقى 24 ساعه ملوش مواعيد، ما مش مفهوم خالص. بس وبعد بقى بينا ميعاد، يعني بينا ميعاد يمكن كان اول اللي هو نقلة كده من بعد فترة السنتين دول، وبعدين ريفو الحمد لله عمل بصمة فظيعة. وبس بقى، وبعدين كملت بقى بينا معايا الجزء الثاني، وكمل العدد الجزء الثاني، ومعلم، وكان عندي دور صغير قوي في الحشاشين. طب تفتكري ليه البنات اهتموا قوي بدور دكتورة مالك؟ دكتور مالك اعتقد لاسباب كتير. قوليلي بقى، انا عايزه اعرف شويه اسباب كده. ماشي، يعني بيتهيألي ان النموذج ده موجود في المجتمع يعني. اصلا اللي هو فكره ان البنت تنجذب لحد في مرحله عمريه اكبر منها شويه، حاسه ان اي حد هيبقى مفتقد الاب، ومش لازم مفتقد الاب ان الاب متوفي، ممكن يكون الاب في البيت مش مأدي الدور، او مش البنات مش حاسه ان هي شبعانه من الحب والاهتمام والحنان بتاع الاب، فساعات بيروحوا يدوروا على ده في حته تانية. فاعتقد ان ده نموذج متداول جدا، ويعني انا شفته، وبالنسبه لي حاجه كان مهم قوي طرحها، ان احنا بنطرحها بالطريقه دي، عشان كده كنت مبسوطه قوي ان ملك كيس موجوده بجد في المجتمع، مش حد اللي هو شرير وعايز يأذي البيت وخلاص. احنا مش بنحاول نعمل احداث سبايسي فانت هتعملي ايه في الجزء الثاني، لا هو ده بجد حقيقي وبجد موجود. فحاسه ان ده جزء. الجزء الثاني يمكن بقى الناس اللي بتحب ليلى قوي ومش وفاهمه اللي هو مش عايزين اي حد يجي جنب كيان او طبعاً اللي هو البيت ده، فكان في طبعا الغضب بقى والتوحش اللي هو كان تجاه ملك ده. وفي بقى ناس عادي مستفزه من الدور يعني، ولا هم هنا ولا هم هنا، بس في اللي هو انا انت بنت مستفزه، ابعدي عن الدكتور. ده اللي حصل فعلا، ابعدي عنه، احنا بنحبها. بالظبط. ايوه بالظبط. اكتر دور عملتيه من كل الادوار اللي انت عملتيها حاسه ان هو كان قريب من شخصيتك الحقيقيه؟ ريفو. اشمعنى نور؟ يعني بصي، بعيدا عن الاكستريم اللي هو ان هي نصبت يعني، ويمكن عندها نور شخصيه مش سويه بطريقه اكستريم شويه، بس طريقه لبسها وجرأتها وفكره انها مستقبلها وطموحها اهم من اي حاجه، فيها كده جراءة معينة، كنت حاسة ان هي شخصيتي قوي. وهنا دايما اصلا بحس ان يعني بريفير لريفو قوي في حتة ان الكاستنج يا جماعة من الاول خالص لو كان صح هيطلع من الممثل احسن ما عنده، لان انت اصلا جبتي حد اوريدي في روحه من روح الشخصيه، فمش هتبقى اللي هو ايه ده دي ممثله شاطره قوي. هي ممكن تبقى ممثله فعلا شاطره، بس في فعلا كاستنج
كان مظبوط، فاهمه قصدي؟ غير لما تروحي تجيبي حد مش شبه ده قوي فما يعرفش يهيت البوينت بتاعه الكاركتر ويطلعه بنفس القوه دي. فاعتقد ان لا، نور لبسها والستايل بتاعها وانا كان طول عمري اصلا نفسي يعني اعيش فتره التسعينات والعجمي دي، يعني لحد دلوقتي اصلا ساعات برجع باللبس عشان كل حاجه رجعت يعني تاني. أيوة الحمد لله. فده بلاقي نفسي مياله قوي للستايل التسعينات والفاشن ده يعني. لا هم بصراحه وده الوقت اللي باباكي كان اكتر وقت مشهور فيه واكتر وقت كان مكسر الدنيا فيه. بالظبط. طب احكي لي شويه بقى عن البيت. والله انا الحمد لله نشأت في بيت فني جميل يعني. الصراحه بعتبر نفسي شخص محظوظ جدا، لان كمان كان عندنا كروس كلتشر، ماما سوريه وبابا فنان، فكان في كده مزيج غير تقليدي، فاهمه؟ فكان بيديكي وبيغذي فيكي حاجات مش شبه، مش يعني في المدرسه كنت دايما بحس ان انا مختلفه قوي، فاهمه قصدي؟ مش عشان انا مختلفه، عشان حاسه ان اصلا القصص اللي انا حتى طريقه كلام مامتي مش شبه طريقه كلام امهات صحابي. بابايا واهتماماته وبيرسونا بتاعته وشغله مختلفه تماما عن اغلب، ان مش ما كانش يعني كومن ان انت تلاقي ممثلين او اولاد ممثلين كتير في المدرسه يعني. فكنت بحس بان ده في نوع من انواع التميز، وده كان حاجه حلوه قوي. البيت نفسه كمان كان فيه فن، وفي برضو انا بحس يعني، او بابا كمان يعني، انا هرفير لبابا بس، اغلب الفنانين بيبقوا مثقفين طبعاً. دماغهم كبيره وواسعه، فكان ده كان بصراحه عامل مهم قوي في نشاتي، ان بابا ما كانش الاب القفل اللي هو لا، بيستوعب حاجات كتير قوي ومتفهم حاجات كتير قوي. يمكن الحمد لله ساعدتني على اني اكون شخص سوي وما عنديش خوف من الكيان ده يعني، في احترام ليه طبعاً. بس ما فيش الخوف بتاع لا، بالعكس انا بجري عليه واقول له يعني، لما اعمل حاجه اكستريم شويه او ممكن تكون اي بنت هتخاف تواجه بابا، لا بروح اقول له جدا، وهو كان بيحتضن ده. وبالعكس هو كان يعني حريص قوي على فكره ان انتوا تبقوا صحابي اكتر من ان انا اب وتخافوا مني. بالظبط. بس انت شكلك كنت قريبه من باباكي اكتر من مامتك، صح؟ عشان بابا شبهي قوي يعني. بابا بصراحه هو اللي حببك اكيد في التمثيل. على فكره خالص انا ما كنتش بحب التمثيل بسبب اللي انا بشوفه بيحصل فيه، فاهمه قصدي؟ يعني بابا كان برضو بياخد الموضوع على قلبه قوي، والموضوع بيضغطه نفسيا جدا، وكنت بحس اصلا ان لا، هو على طول مضغوط، هو مش مرتاح، هو بيعيش في الدور جدا، او بيبقى عايز يحضر له قوي وعايز يعمل كل حاجه صح. ففهمت بقى دلوقتي، عشان انا بجد يعني نسخه، انت مش فاهمه، ساعات مامتي بتبص لي دلوقتي وانا مثلا قاعده بذاكر في البيت تقولي سبحان الله يعني، فاهمه؟ مع اني ولا عمري كنت بركز في الحاجات دي، ما كانش شغفي خالص يعني. عشان كده حتى مثلا لما حد بيقول لي اللي هو انت شفتي ايه من حاجات بابا وكده، مش اغلب الحاجات شفتها، ما كنتش اصلا مهتمه بالتلفزيون والاعمال دي. كنت بحب المسرح جدا، وكنت بروح المسرحات اللي هو بيعملها اغلبها، لان انا بحب الروح ده اصلا، والمزيكا بتاعه المسرح وحضور الممثلين على يعني، ده بالنسبه لي كان فن قوي. بس عامه الافلام والمسلسلات وكده كنت بتفرج على حاجه لما هو يقول لي انا عايزك تشوفي ده. والحاجات اللي اتعرضت في وقتي يعني، في حاجات كتير قوي طبعا ما لحقتهاش عشان انتي صغنونه. بالظبط. طيب احكي لي عن كواليس كامل العدد والحشاشين في رمضان. اوكي. الحشاشين كان بريف قوي للاسف، انا رحت صورت يوم واحد تقريبا يعني، اقل من حتى 14 ساعه، فما لحقتش قوي. بس فكره اني دخلت اللوكيشن اصلا يعني، دخلت شفت مدينه اصفهان دي وعامله ازاي، لا الموضوع كان مبهر جدا جدا جدا. وبعدين احساس حلو قوي لما تشوفي الحلقه. اتفرجت على الحشاشين قبل يعني، احنا صورنا في نص رمضان، فكان تقريبا اتعرض 7 حلقات، فكنت شفت شويه، شفت 6 حلقات تقريبا، وبعدين رحت صورت. فانت بتشوفي بقى الميكنج، فاحساس طبعا فظيع الصراحه. وهم عاملين شغل يعني برودكشن ضخم جدا يعني، وشغل محترم صراحه. فلا يعني بارك لهم جدا على ده. وكنت فخوره قوي ان انا حتى لو بعمل حاجه صغيره، بس كان فارق لي قوي ان انا اقدم ميران بطريقه مختلفه يعني. كان عاجبني ان انا كان عندي لاين شعبي ولاين تاريخي ولاين مودرن، فانت تقدري تبرزي نفسك او موهبتك بالظبط بطرق مختلفه. فحتى لو كان دور زقوم مش بفكر فيها بالطريقه دي، اللي هو ده يعني انت مثلا عامله دور كبير في كامل العدد، طب ليه هتروحي تعملي مشهد؟ لا، اصل ده ظهور مختلف تماما. وبالعكس ده عمل يعني، في حاجات كده لازم تعمليها بتحطي في السي في بتاعك، فاهمه قصدي؟ طبعا. ومسلسل كبير جدا، دي حاجه حلوه. حتى لو انت حاسه ان الدور كان صغير،
بس برضو هو مسلسل بيفرق. كبير والناس كلها اتكلمت عنه وكان ترند ولسه ترند لحد دلوقتي. بالظبط. فدي حاجه كويسه جدا يعني. بالظبط. طيب وكواليس كامل العدد شبه المسلسل جدا يعني، مفيش اي حاجه مختلفه بجد، ضحك وهزار طول الوقت، وفي روح الاطفال دي، وفي روح البيت والعيله يعني لا بجد الموضوع مريح نفسيا بطريقه مش طبيعيه يعني. اتمنى يبقى في امتداد للمسلسل ده، حتى لو ملك ليها مشاركه او لا، بس عامه المسلسل ده مهم لصناع المسلسل وللناس اللي بتتفرج كمان. انت عملتي كمان زي ما احنا قلنا ريفو 2 و 404، كلميني عنهم شويه. ريفو برضو كان اعتقد من المسلسلات الاستثنائيه قوي، من واكتر واحد انت حبيه. من حيث كل حاجه، لان كنت بحس ان احنا شله صحاب يعني، مش ما فيش يمكن في كامل العدد برضو في اجيال مختلفه كتير، فانت فاهمه اللي هو قريبين قوي من بعض. جدا. بس ريفو تقريبا معظمنا في حتت قريبه قوي من بعض في العمر، حتى لو في يعني باك جراوندز مختلفه، او في منهم موسيقيين اصلا في الاصل، وفي منهم مش ممثلين عامه، وفي ناس لسه بتعمل ده لاول مره، برضو كان في هارموني مش طبيعيه من كل حاجه يعني. كواليس برضو ريفو يعني كلنا حتى بنتكلم في ان يعني يا ريت نجمع نفس فريق العمل ده في اي عمل مع بعض، اللي هم الكرو الكي كرو نفسه وكل الكاست. فلا بحب ريفو جدا، ومسلسل عزيز على قلبي قوي، واعتقد ده وصل للناس يعني. بحس ان الحاجات اللي بيبقى فيها طاقه حلوه كده وانت بتعمليها بتوصل صح من الشاشه جدا. 404 ده كان مشهد صورته من 4 سنين، مش عارفه انت عارفه ولا لا، بس 404 بقاله كتير قوي اصلا يعني، بقاله تقريبا البروجكت كله تقريبا بقاله 12 سنه وهم قعدوا بقى مش عارفه كتير قوي بيدوروا على منتج، ويعني كل بقى البروسيس دي انا سمعتها يعني قريب وهم بيحكوها. بس المشهد ده صورته من 4 سنين، ولما كلموني قالوا لي دور صغير مع استاذ هاني خليفه الصراحه، وطبعا قالوا لي منى زكي يعني، كان بالنسبه لي تمام يعني مش مشكله هو ايه، بس برضو في حاجات كده كممثله كنت حاسه ان انا حابه اتعرف مثلا على استاذ هاني، يمكن ما يبقاش عندي دور كبير في الفيلم ده، بس يفتكرني في حاجه ثانيه او يحصل بينا تعامل تاني، فبتبقي شخص مألوف بالنسبه له، مش اللي هو اول مره يشوفك. فحبيت ان انا اعمل الظهور ده حتى ولو هو كان بسيط، وزي ما بقول لك كان من 4 سنين يعني، فكانت فتره مش كنتش بشتغل فيها خالص برده، فقلت طب حلو ان الواحد يبقى بيعمل حتى لو حاجه بسيطه. ولما شفت الفيلم صراحه كنت فخوره جدا ان حتى لو عندي مشهد، بس ده فيلم قوي قوي يعني، حبيت قوي الموضوع بتاع الفيلم اصلا، عشان ما قريتش طبعا، انا ما قريتش لما يعني لما بيجي لك اللي هو مشهد صغير او كده مش شرط تقري العمل كله، بس تروحي تعملي المشهد نفسه بتفهمي الكونتكست بتاعت المشهد وخلاص. بس لما اتفرجت على الفيلم كنت متفاجئه قوي من قوته، من ان احنا بنطرح موضوع مهم زي ده، وفي جرأه فكره ان احنا بنتكلم على واحدة بتصارع الشهوات بتاعتها واستقامتها في الدين يعني، دي مش حاجات بنشوفها كتير دلوقتي. وانا كاميرون بتكون موجودة بس ما بنبقاش عارفين عنها، لان اكيد حاجات برضو موجودة جوه المجتمع طبعا، بس قصدي مش بتشوفيها في مواضيع درامية او في افلام يعني. بالزبط. بحس ان الناس بتخاف قوي تتكلم عن الدين شوية، الناس بتخاف تظهر الصراعات دي قوي يعني، بحس ان هما بيتفادوا ده. فاتبسطت قوي ان بالعكس يعني، ده اكيد مثال موجود في المجتمع، وناس كتير قوي مش شرط تكون ذات اكستريم، بس يعني ايمين عندهم الستراجل ده طبعا، اصلا فاهمه قصدي. فبس يا ميرون انا كمشاهده اوكي بصراحه انا شايفه ان الجينيريشن الجديد او الجيل الجديد عامل مجهود جبار وشاطرين جدا، واثبتوا نفسهم بطريقه مش طبيعيه، واخدوا يمكن في الاول ادوار صغيره جدا، بس فضلت تكبر الادوار دي واحده واحده في كل سيزون وفي كل عمل اللي وراه. صح. كانوا بيكبروا فيه، وفي امثله واسماء كتيره جدا. صح. وبصراحه احنا كنا محتاجين ده طبعا، لان الفنانين بتوعنا اللي احنا اتربينا عليهم كجنريشن بتاعي انا مثلا كبروا، ففي ادوار ما بيقدروش هم كمان يطلعوا فيها ويعملوها. صح. وجي الجنريشن اللي انت منه اثبت نفسه واختار ادوار لايقه عليه وعارف يعملها كويس قوي، فانا شايفه ان انتوا بصراحه يعني كجيل اثبتوا نفسكم وعملتوا اكتر مجهود ممكن يعني.
ثانك يو. انا بصراحه فخوره بجيلنا جدا، وعشان واعتقد ان احنا محظوظين لان احنا عندنا كمان عوامل تساعدنا كتير قوي. زمان ما كانش عندهم برضو الانترنت ووسائل طبعا، فان انت هم محتاجين عندهم معهد الفنون المسرحيه، عندهم شويه كتب لو عايزين يقروا، عندهم شويه افلام محتاجين يتفرجوا عليها، وحتى صعب ان انت تعرفي تجيبي الافلام دي، مش زي دلوقتي انت تدخلي على اي حاجه هتجيبي اي فيلم واي مسرحيه تتفرجي عليها. فاحنا محظوظين قوي عشان عندنا يعني مصادر كتير قوي نعرف نكبر نفسنا بيها. فاللي ما بيعملش كده بصراحه يبقى هو مستهتر. بس انا مش شايفه اصلا النماذج دي في جيلنا. وعامه حتى الشخص اللي ما بيشتغلش على نفسه مش هيثبت، يعني هي دي الفكره، ان حتى لو قال لك هيطلع مره مرتين وخلاص. مش هيثبت نفسه ونهى كاريره بسرعه بالظبط. فاللي بيفضل في القمه وبيفضل يشتغل وبيفضل يكبر هو الشخص اللي بيشتغل على نفسه فعلا ويفضل يطور من نفسه. لان التمثيل مش انا عندي موهبه فتمام، هي الموهبه مش هتفضل مسكناني في المكان ده، لازم اشتغل على عوامل كتير قوي. الفنان ده برده يتعلم ويتعلم فوكال كلاسز ويروح يتعلم لغات تانية، وممكن يبقى بيلعب رياضه فيبقى فيت ان هو يعمل ادوار معينه. يعني انت عندك عوامل كتير قوي تشتغلي عليها وتفضلي تاخدي ورش وتطوري من نفسك وتذاكري بره وتذاكري هنا وتقري مسرحيات وتسمعي كتب. يعني في مصادر كتير قوي، يعني بحس ان مش المفروض ان احنا نستهتر طبعا. وده بيبان، يعني بيبان جدا انت بتشتغلي على نفسك. يمكن من اكتر الحاجات اللي بتبسط فيها لما بسمع بتتقلي ان انت مثلا بينا ميعاد واحد لبينا ميعاد اتنين في فرق. فبالنسبه لي ان كان في شويه شهور حتى مش سنه وانتوا حسيتوا بده، فدي حاجه من هو ده، يعني هو ده. بس ان يفضل فيه تطور، مش مهم بقى انا مش هبقى اخد بطوله مطلقه بكره ومش عايزاها اصلا غير لما ابقى مستعده ليها. لكن ان انا اكون بطور من نفسي، ان اللي بيتفرج عليا حاسس ان انا كل شويه بكبر سنه لحد ما في يوم من الايام هيبقى عندي الستامينا ان انا اشيل حاجه زي دي. صح. بس طب غششيني وغششي ترندز، عندك ايه جديد؟ اوكي بصي، هو مش جديد، هو اعتقد ده حاجه يعني كانت الناس سمعت عنها. انا كنت بصور مسلسل مع احمد حاتم وآية سماحه، ومعانا يعني ممثلين كتير لزاز. هما الاسمين لزاز اصلا جدا. اسمه السرداب، واحنا كنا شغالين عليه، والمفروض كان هيبقى اوف سيزون بس لظروف يعني بغير ارادتنا العمل ده وقف، وبعدين سيزون بدا فكله طبعا اتسحل في رمضان وكده، وراجعين نصور تاني. مش عارفه طبعا هيتعرض امتى ولا اي حاجه، بس ان شاء الله نخلصه يعني في الفتره اللي جايه. واعتقد ده اللي عندي يعني دلوقتي. بقيه الحاجات لسه ما فيش اي حاجه ثابته، يعني في كلام على حاجات، في اوديشنز، في حاجات بتحصل، بس ما عنديش حاجه ثابته. ميران انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، ومبسوطه ان انا قابلتك. وانا كمان. وانت نورتيني بجد. ميرسي. وربنا معاكي، وانت بجد تستاهلي احسن حاجه في الدنيا. شكرا. وكملي في اللي انت فيه ده. انت جميله. واختاري دايما ادوار حلوه كده زي ما بسطتينا في الموضوع. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في نفس الميعاد. باي باي.